النجم هاني رمزي، عايزك تفتح قلبك. تحت أمرك. جمهورك عاتب عليك في حاجة، هي مش حاجة كبيرة، عاتب إن أغلب الأفلام فشلت وفيلم واحد أو اتنين هم اللي نجحوا. هم شايفين جواك طاقة أكبر من كده، بتوديها فين الطاقة دي؟ مش عارف. أمال مين اللي عارف؟ إحنا بنحبك وعايزين نعرف الطاقة دي بتروح فين؟ الطاقة الطاقة بتروح فين؟ يعني يا عم انت بوسيدك.